كنخرج للطوموبيل كنجبرهم دخلوا لي للطوموبيل وخلوا لي الساروت تما بقشوا لي الطوموبيل دولي ثلاثة الملايين وآيفون ديال بنتي كو كانوا سرقوني دابا هنا وطردقوا لي الطوموبيل ترجى الله سبحانه وتعالى ولكن أنا دخلت للحمام وعطيت الساك ديالي لا حسب كاين خمسة خدامين في الحمام ماشي واحد حطيت الساك عطيته له نزلو كمان سيكان الناس ماشي ديالي بوحدي كو كان ما ديالي ولا خرجوا ولا سرقوني أنا من الطوموبيل هرسوها ما يبقاش فيا الحال سميتي كريم اخويا كنبيع ونشري بيع شراي عرفوني الناس هنا في المجمع جيت اخويا نهار السبت نهار 17 في الشهر جيت لهنا للحمام انا والاسره ديالي انا والوليدات دخلت للحمام خليت الطوموبيل ديالي هنايا هزيت الساك ديالي ودخلت للحمام خلصت مول الحمام جبت الفلوس عندي 8000 درهم جبت 100 درهم خلصت مول الحمام دخلت ندوش انا والوليدات الساعه اللي كنخرج من الحمام بغيت نلبس الحوايج ديالي كنجبر السروال ديالي داوه لي كومبلي بالصمطه ديالو فيه الكونتاك وديك 8000 درهم كنخرج للطوموبيل كنجبرهم دخلوا لي للطوموبيل وخلاو لي السرو تما وبقشوا لي الطوموبيل داو لي 3 الملايين وايفون ديال بنتي بقيت كنغوت اللهم هذا وبقيت تمايا جاو الناس جمعت الجوقه هنايا عيطوا للبوليس شي جوج سوايع جاو البوليس هاش كاين واش كاين ها اللي وقع ها اللي وقع شافوا بقاو كيعيطوا ولاو قالوا لي خلي الطوموبيل ما تقيس ما والو سير جيب واحد جوج وانطيس وديها للكوميساريه العوامه باش يديروا البصمات هزيت انا الطوموبيل ومشيت للكوميساريه درت شريت 10 دراهم شريت من هنا هذوك الوانطيس مشيت للكوميساريه حطيت الطوموبيل قالوا لي شي البوليس كانوا جا وقفوا عندي تمايا كانوا دا سيربيس كانوا كانوا يمكن عيطوا لهم بحق ما داروا لا اجراءات لا ما دخلوش للعامة وقالوا هذا هاتش... الشيء مشيت ديت انا للكوميساريه ديال العوامه بقيت تما واحد جوج سوايع جاوا داروا البصمات قالك لك منا 15 يوم كيخرجوا وانا خويا عييت كنمشي والفلوس هي اللي كنبيع ونشري بها عندي كنتحرك بها راه كيعرفوني الناس كنبيع ونشري كندير الخضره المهم كان كنبيع ونشري المحضر الاول داروا لي في دائره 8 ديك الساعه كانت بيرناموس بالسبت وداروا داروا لي ديال الدائره 8 بالسبت ورجعوه للدائره 8 نهار الاثنين المهم كان نمشي ونجي قالك تيجيو البصمات دابا انا عييت كنمشي ونجي ما كاين لا بصمات لا والو وهادشي ومي الحمام انا كنحمل المسؤوليه حيت انا ماشي سرقوني على برا كون كانوا سرقوني دابا هنا وطرطقوا لي الطوموبيل ترجى الله سبحانه وتعالى ولكن انا دخلت الحمام وعطيت الصاك ديالي لا حسب كاينه خمسه خدامين خد في الحمام ماشي واحد حطيت الصاك عطيتو له نزلو كمال سيكاند الناس ماشي ديالي بوحدي كو كان ما ديالي ولا خرجوا ولا سرقوني انا من الطوموبيل هرسوها ما يبقاش فيا الحال ولكن انا سرقوني من وسط الحمام داو السروال من وسط الحمام والكونتاك السروال والكونتاك فيه تما الناس الحمام مسؤولين حيت انا ماشي انا داخل لواحد المكان مامن لو كنت انا ناوي يسرقوني في الحمام في السوق انا داير اتونسيو ولكن انا قلت انا داخل الحمام كتسمى راه مامن راه اي واحد كيجي كي للحمام كلشي كيتحمم كي لو كنت انا عارف المثال في حمام فيه السرقه ما غاديش نجي للحمام اصلا وما نجيبش معايا الفلوس كتسمى هذا كتكون خارج داخل واحد البلاصه فيها الشفاره بحال داخل شي سوق خصك ترد بالك ولكن انا جيت واحد البلاصه مامنه ما جاتش في البال ديالي يعني بالله يجي هذا السيد ويجبد لي الساك يجبد الساك ويجي ويفتحو ويجبد منه السروال ويهزو ويخرج للطوموبيل ما جاتنيش في البال مره <applause> قدرت مع مول الحمام على درتي معاه قدرت مع مول الحمام قال لك اخويا حنا ما شلنا حد هادشي اللي كاين هو مول الحمام ما كاينش مول الحمام كاين اربعه اربعه الدراري اللي خدامين وعاد مرا الساسة على برا ما بالوك انت لك تي داخل وما خلصتيش واش تهرب له ما تسلتش او تحممتي وخرجتي واش يخليوك تخرج ما بالوك انت شفار جا هبوط وفتشو ولا هز منو السروال ولا نزلو وكيعرفوني انا كنجي للحمام ماشي اول مره لو كنت اول مره غريب عليهم ولكن كيعرفوني كنجي انا للحمام انا معروف عندهم كيكسني راه تما كسني واحد فيهم شي ثلاثه د المرات راه هو بيدو كيعرفني الا سولوه السلطه يقول لك يا هاد السيد كنعرفو كيجي عندنا المصالح عرفني اخويا كنمشي عندهم كيقول كي لك سير تنديروا حنا كنديروا الاجراءات وانت كتعرف انا هاداك الشيء هو اللي عندي وانا الشفار ها الكاميرا ها الصورات ديالو ها كلشي باين يعني ماشي مثلا ما كاينش مره جيت لهم سيدي تطوعت ومشيت كنجري عند المصور وجيت سيدي كتسمى يعني كنقرب بزاف ديال الحوايج كنديرهم بيدي انا نوجه الرساله ديالي بكل احترام للسيد الوالي الفرح الله يوقف معاه له في اليد تيوقف معايا في هذا الشيء رانا انا ما و... مع... عندي تا خدمه دابا الخدمه ديالي هي كنبقى كنتسنى فوكاش نشد أن, أنشد... أن... نفك هذا المشكل ديالي كنوض في الصباح كتبقى تبان لي غير الكوميساريه نمشي لها كان الله غدا كنعس كخصني نمشي للكوميساريه لا حتى انا عندي وليداتي وعندي المصاريف كيقراو بزاف د الحوايج اللي خصهم وهذاك النهار كانوا معايا بيدهم باقي مصدوم كل نهار كيقول لي يا بابا مدرا شديتي هذا الشفار كنقول لهم ولدي ان شاء الله راه غير كيدير ولكن باقي ما كاين والو الله يجازيهم بخير وقفوا معنا الله يرحم الوالدين ها كل شيء باين ها الحمام ماشي دابا انا تسرقت مثلا في شي مكان مثلا خلوي وراه حمام تبارك الله راه عنده عنده واحد لمدة ما يزيد على عشرين عام وانا كنوجه التهم ديالي كامله للحمام الحمام هو اللي مسؤول على الحوايج ديالي انا ما تسرقتش برا كنت تسرقت برا الله يسامح ونتوجه الله سبحانه ولكن انا دخلت واحد المكان اللي مامن كتسمى انا بكل حرقه كنهضر كتسمى دخلت انا للحمام كتسمى راه عنده العساسه ديالو عنده الكساله ديالو ماشي يعني حمام وصلتي مثلا دخلتي للزنقه وحطيتي حوايجك راه دخلت للحمام مكينا خمسه الناس اللي خدامين في الحمام ماشي غا واحد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد